طلبت تشوفني؟ ابن أخوك ما عم يقعد عاقل أبداً، عم يرمي سنارته بمي معكرة، بس ما رح يعلق بسنارته غير الموت يا صبري. قصدك عن تاكاجي سيد كورت؟ شوف، أنت بتعرف هالشي كمان. ابن أخي رجل أعمال سيد كورت، وأكيد رح يتعامل مع هدول الرجال. لازم تحط ببالك إنه كل شي بتعمله بدك تدفع ثمنه. سلطانة مريم، سلطانة مريم، جيت. سلطانة مريم، خلينا نطلع ناكل أو نشرب شي برا، والله مالي كتير. بس انتي بتعرفي أبوكي مانعك من الطلعة نهائيا. معلش، ما في داعي نقله إنه طلعنا. ماشي، انتي ساعديني شوي. أنا آسفة، ما فيني ساعدك بهذا الشي. لو سمحتي، لو سمحتي. لا تعملي هيك، أبوكي معه حق. يعني انتي ما كان لازم تعملي هيك شي، مو هيك؟ انت شو عم تعمل هون؟ روح قبل ما يشوفك حدا، وإلا بيعملوا لك مشكلة. أنا ما عندي مشكلة أبداً. شش، وطي صوتك. يلا انزلي بلا ما صرخ. ما فيني، بابا ما بيسمح لي. فيني ساعدك تهربي إذا بدك. مين قالك إنه بدي أهرب؟ انت شو عرفك؟ سلطانة مريم خبرتني. سلطانة مريم؟ والله أنا مجنونة. الحرس هلأ عم ياكلوا، وهنيك لقيت سلم، إذا بدك بجيبه لحتى تنزلي، شو رأيك؟ يلا رايح جيبه. يلا يلا شوي شوي. يلا خلينا نمشي. سامحتيني؟ شو؟ شو قلت؟ منحكي بعدين عن هالموضوع. زينب، 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 شبك زينب، فتحي عيونك، خدي نفس. زينب شو صار لك؟ زينب في، يلا زينب، زينب فتحي عيونك. زينب سمعتيني؟ زينب، زينب، وقف وقف اخي، وقف 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 وقف. زينب فتحي عيونك. زينب خدي نفس. زينب اخي، وقف وقف شوي، وقف وقف وقف. خير ابني؟ شوفي وقعت على الارض، لازم ناخدها على المشفى بسرعه. يلا ماشي. يا
خير، شو صاير معه؟